عبر الهاتف معنا الأستاذ أيمن عقيل، رئيس مؤسسة معاهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. برحب بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. أولا عايزين نتكلم أكثر عن هذا الائتلاف، وأيضا ما هي أهدافه حتى الآن، وطبيعة الكيانات التي انضمت لهذا الائتلاف. هو يمكن طبعا إحنا بقالنا حوالي شهر بنتفاوض مع المنظمات التي حصلت على تصريح من الهيئة الوطنية للمتابعة، واستقرنا وتوافقنا إحنا 7 منظمات، منظمتين من مصر وخمس منظمات دولية زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة. الهدف من المتابعة هي التأكد من حرية ونزاهة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية وطبقا للقواعد اللي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات. إحنا الأعضاء اللي موجودين في ائتلاف نزاهة 100 شخص ما بين متابعين دوليين من 34 دولة، وما بين المترجمين وما بين الإداريين وغرفة العمليات. بنقسم المتابعة على 10 محافظات، بنتابع 2400 لجنة فرعية من أصل 10,000 لجنة فرعية، يعني تقريبا احنا بنتابع 24% من إجمالي اللجان الفرعية في مصر. البعثة بتتابع كل المراحل لأن احنا بعثة مشتركة محلية ودولية، يعني يوم من 1 ديسمبر الأعضاء الأجانب اللي موجودين في دولهم هيذهبوا لمقر السفارة المصرية في كل دولة عشان يتابعوا تصويت المصريين في الخارج، وبعد كده البعثة كلها هتتواجد في مصر من يوم 6 ديسمبر حتى يوم 17 ديسمبر. المؤتمر الختامي اللي هنعلن فيه رؤيتنا النهائية وشهادتنا على الانتخابات هيكون يوم 16 ديسمبر إن شاء الله. البعثة الدولية المحلية اللي حضرتك بتتكلم عنها أستاذ أيمن هتكون موزعة زي ما حضرتك ذكرت في مختلف المحافظات. طيب التقرير اللي هيتم إصداره هيكون بناء على إيه؟ يعني في قواعد معينة محطوطة؟ النظام المتابعة بيمشي إزاي؟ لو تم رصد أي شيء إزاي هيتم وضعه في هذا التقرير؟ إحنا عندنا استمارة للمتابعة، الاستمارة دي حاطين فيها أسئلة، الأسئلة دي الإجابة بنعم أو لا، وفي مكان لإبداء الملاحظات. الاستمارة مقسمة إلى أجزاء هي ردا على الحرية والنزاهة والشفافية. على سبيل المثال، هل وجدت رجال أمن داخل اللجنة؟ هل في دعاية انتخابية؟ هل حد منعك من التصويت؟ شفت حد منع من التصويت؟ هل شفت حد بيوجه حد؟ وهكذا. الاستمارة احنا عملناها كمان هذه المرة لأول مرة عملناها ديجيتال أو يعني على جوجل فورم، بحيث ان المتابع الدولي وهو داخل اللجنة او هو في العربية بيقدر يملى الاستمارة بتوصل لنا في غرفة العمليات، فبنقدر كمان احنا كل لحظة بنكون متابعين شهادة المتابعين قالوا ايه او ايه اللي شافوه اثناء عملية المتابعة. هنطلع بيانين، بيان في الظهر وبيان اخر اليوم ايام الاقتراع، ثم بعد ذلك تقرير مبدئي حول عملية المتابعة، ده يوم 16. احنا بنتابع اذا كان هناك اي مخالفات او اي خروقات، بديهي جدا بنبعت للهيئه الوطنيه للانتخابات بنقول لها ان المتابعين بتوعنا شاهدوا كذا 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 في لجنه كذا في الحته الفلانيه، وعلى الهيئه ان هي تتخذ الاجراءات اللازمه. دي الاجراءات اللي احنا بنعملها. عاملين كمان يوم 7 ديسمبر دوره تنشيطيه للمتابعين الدوليين اللي هم لسه مش عارفين النظام المصري حوالين قواعد الهيئة، النظام، القانون اللي بينظم عملية الانتخابات، وعاملين لهم جلسة محاكاة كأنهم بيشوفوا لجنة انتخابية قدامهم، لأن احنا طبعا عارفين اللجان تشكيلها هيبقى ازاي والصندوق الانتخابي والساتر، فعاملين لهم علشان لما يروحوا اللجان الانتخابية في المحافظات يبقى كأنه شاف اللجنة وتشكيلها وشكلها والصندوق قبل يوم الاقتراع. احنا بنتكلم يا فندم عن انه بيضم الائتلاف متابعين، بنتكلم عن تقريبا حوالي 34 دولة من مختلف دول العالم هيكونوا موجودين في هذا الائتلاف. صح كده، 34 دولة هم المتابعين اللي حصلوا على التصريح. احنا الائتلاف بتاعنا حصل على 54 تصريح، يعني تقدمنا ب 54 شخص من 34 دولة للحصول على التصريح، والخمس منظمات الدوليين
لديهم موافقة من الهيئة الوطنية وسجلنا أسماء الناس. أنا فكرت تقريبا بعض هذه المنظمات والائتلافات، هل هناك نية أنه ربما يزداد عدد المتابعين الفترة اللي جاية وأثناء سير العملية الانتخابية، ولا هنكتفي بالمنظمات اللي أنا ذكرتها؟ يعني هل في يعني رغبة أو نية أن احنا نزيد من المنظمات؟ هو في منظمات دولية أخرى حصلت على تصريح بالمتابعة، لكن أنا بتكلم على الائتلاف نفسه. لا، إحنا الائتلاف إحنا السبع منظمات توافقنا ورتبنا ووزعنا المهام، وزعنا المسؤوليات، وزعنا كل حاجة، فهيبقى من الصعب إن أي منظمة تانية تنضم للائتلاف بتاعنا. عملكم هيكون مقتصر على سير العملية الانتخابية، يعني مش هيبقى في حث للمواطنين أو تشجيع أكثر إن هم أو زيادة وعي أكثر بأهمية المشاركة في الانتخابات؟ لا بالعكس، احنا عاملين حملة اسمها العلمك، والحملة دي شغالة وبتوعي المواطنين بالإجراءات، وفي نفس الوقت بتحثهم على المشاركة السياسية، لأن زي ما قلت لحضرتك احنا متابعة محلية دولية، احنا كمحليين من أول الإجراءات وفتح باب الترشيح بنتابع وبنحث المواطنين، وعاملين حملة اسمها العلمك على السوشيال ميديا علشان ندي معلومات مبسطة عن الانتخابات وإجراءاتها ونحث المواطنين على المشاركة. من 1 ديسمبر المتابعين الدوليين هيتابعوا التصويت المصريين في الخارج في الدول اللي هم فيها. من 6 ديسمبر المتابعين الدوليين كلهم هيتواجدوا داخل مصر، نعمل جولة زيارات على الحملات الانتخابية والهيئة الوطنية وبعض أصحاب المصلحة في جمهورية مصر العربية، ثم بعد ذلك 10 و11 و12 هنتابع التصويت في مصر، ثم بعد ذلك 13 و14 و15 هنكون بنعد التقرير، ويوم 16 هنكون بنعلن التقرير بتاعنا في مؤتمر صحفي كبير. أستاذ أيمن عقيل، رئيس مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بشكرك يا فندم.